جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس يتساهل في أمر الطلاق شيخ صالح، فربما استمتع بالمرأة شهر أو شهرين أو فترة معينة ثم طلقها واستبدل بأخرى وهكذا، هل لكم من كلمة يحفظكم الله؟ لا ينبغي أن الإنسان يكون ذواقا، يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق، هذا منهي عنه وغير مرغوب فيه شرعا. الإنسان يتزوج زواج رغبة، فإن صلحت له المرأة استمرت معه، وإن لم تصلح له فإنه يطلقها، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما الذي يتزوج ويطلق يعني من باب الهواية أو التشهي فهذا أمر مكروه أو محرم، لما يترتب عليه من الإساءة إلى النساء وإضاعة حقوقهن. نعم.